يا مساء الخير على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا، ولقاء متجدد دايما على شاشة المحور وفقرة جديدة مميزة جدا من الطبيب. لو جينا قلنا سمنة هنلاقي ان في ناس كتير جدا بتعاني من السمنة. في بعض الناس نجحت في أنظمة مختلفة زي مثلا الدايت وزي الأجهزة، ولكن في بعض الناس بيناسبهم جدا الجراحة. في جراحات انتشرت بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة وكمان حققت نجاحات كبيرة جدا، زي التكميم للمعدة وزي التحويل المصغر للمعدة، وعرفنا كمان إنها بتعالج أمراض كتير جدا زي السكر وزي الضغط، وكمان زي تكيس المبايض. يا نور دخلت إن هي بتعالج كل الأمراض دي. مظبوط يا مروة، زي ما أنت قلتي كده في الأول إن العلم كل يوم بيتقدم وكل يوم بيطلع لنا حاجة جديدة نقدر نتخلص فيها من الوزن الزايد. يعني زمان الواحد لو كان وزنه مثلا 100 كيلو كان بييأس وكان بيقول انا خلاص انا راحت عليا، انا مش هينفع اخس، ولا في دايت هينفع معايا، ولا رياضه هتنفع معايا. لكن دلوقتي احنا بقى عندنا حاجات كتير قوي نقدر نتكلم فيها وتقدر ان هي تنزلنا للوزن المناسب اللي احنا حابينه، زي مثلا بالون المعده يا مروه. يعني مش عايزين ننسى كمان معانا بالون المعده، هنعرف كل الحاجات دي مع ضيفنا اللي بيشرفنا دايما واللي دايما بنكون مبسوطين ان هو بيكون موجود معانا في الحلقه. هو دكتور احمد عبد الله، استشاري علاج السمنه وعضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه الاكلينيكيه والسمنه، وعضو الجمعيه المصريه للتغذيه الطبيه، وعضو الجمعيه الاوروبيه لطب القلب الوقائي واعاده التاهيل. نورتنا يا دكتور. اهلا ربنا يخليك. اهلا بيك يا دكتور احمد، مبسوطه جدا حضرتك معانا. دايما حضرتك بتدينا كل الوعي ودايما ما بتنساش اي مرضى. حضرتك المركز عند حضرتك زي ما كنا في قبل الحلقه كنا بنتكلم ان انت يعني بتشوف كل مريض بيناسبه ايه. طبعا احنا بنشوف ايه اللي يناسب المريض، ايه اللي يناسب المريض، ايه اللي يناسبنا احنا. شوف ايه نفسيته ماشيه رايحه فين، راح ان اتجاه، هو جرب ايه. لازم خلي بالك مش لازم تجهلي تاريخ المريض وتقولي له انت بص انت كل تاريخك بقى اللي فات ده كله انساه وانتهى خالص وانت بقى. لا احنا لازم بنشوف نفسيته كانت ماشيه ازاي، بنقعد نتكلم معاه. لعلمك في ناس كتير جدا بتفاجئ ان انت لما بتتكلمي معاهم بتلاقي عندهم مشكله بتتحل، بيخس. ممكن تكون مشكله نفسيه، موضوع نفسي بالاقناع كده. ممكن انت تتكلم معاه كلمتين الموضوع يبقى سهل وبسيط، يبقى سهل وبسيط جدا. هو يكون متوقع. تعرفي ان اغلب الناس فعلا لو احنا عملنا كده سيرفي او عملنا يعني اسئله وحطينا كوتشنير كده في العياده، هتفاجئي ان 80% من الناس ما تعرفش يعني ايه تاكل اصلا، ايه اسس الاكل. ما تعرفش ان وجبه الفطار دي من الوجبات الرئيسيه، وان انت لو ما فطرتش هتتخن. فلازم تقعدي تتكلمي. بتفاجئي ان الناس، في ناس مثلا تفاجئي يقول لك ده انا بشرب كابتشين، بجيبه مثلا من المحلات المعروفه بتاعت القهوه المعروفه جدا، بشرب 5 مرات، الواحد منهم ب 400 سعر. ادي 2000 سعر حراري، لسه ما عملش حاجه. هو ما اكلش كابتشين، هو كده فاكر نفسه يعني بيعمل دايت. ده انا والله يا دكتور ما بعملش حاجه، ده انا بجيب فرابتشين، بجيب كابتشينو، معرفش بس افتح عيني من غيره. افتح عيني من غيره، لا واشرب 5 6. يقول لك ليه يا دكتور ده انا بشربه كمان خالي الدسم، يعني بشربه خالي بالظبط. بتفاجئي ان ده لوحده كارثه. انت بتاخد كميه، بيحطوا عليه كريمه وبيحطوا عليه، ففي النهايه لازم تتكلمي مع الناس، هو كارثه لوحده، ولازم تختاري لهم الحاجه اللي بتناسبهم مش اللي بتناسبك، وبتبداي انت تنصحيهم، لان بقت الاجراءات كتير وكلها بسيطه وسهله وكلها في متناول الطبيب، ولازم يتناقش مع المريض بتاعه، بنوصل لحل يرضي كل الناس. اذا كده حضرتك يعني ايه، في ناس حضرتك بتوجههم للجراحه، في ناس بتوجههم للاجهزه، طبعا في ناس طبعا بتوجههم لنظام الدايت حسب طبعا ما المريض محتاج او يناسبه. طبعا طبعا طبعا. طيب دكتور، احنا عارفين ان طبعا مركز نيو لايف مركز متكامل، في حاجات كتيره جدا. اعتقد انه مريض السمنه لو دخل مش هيبقى عنده حجه ان هو يروح في اي مكان تاني، يعني في نيوتريشن وفي اجهزه برده للسمنه الموضعيه نقدر نتخلص منها، وكمان في قسم خاص للجراحات. ممكن يا دكتور تقدر تكلمنا كده في البدايه عن التكميم وازاي بتتم الجراحه بتاعته؟ الاول هو تكميم المعده وتحويل مسار المعده هو لمريض السمنه المفرطه. مريض السمنه المفرطه ده اللي هو ايه؟ اللي هو معدل كتله الجسم بتاعته، اللي هو بنقسم الوزن على مربع الطول بالمتر. يعني وزنك 80 كيلو، طولك 170 سنتي، يبقى 80 كيلو فوق على 1.7 في 1.7 للطول بالمتر اللي هو 170 سنتي. حلو. تقسمي الرقمين على بعض يطلع ناتج نسبه مئويه. لو من 18.5 ل 24.9 ده وزن طبيعي، لو من 25 ل 30 ده زياده في الوزن، من 30 ل 35 سمنه درجه اولى، 35 ل 40 سمنه درجه ثانيه. المريض بتاع السمنه المفرطه احنا من فوق ال 35 بنبدا نفكر ممكن متاح ان يتعمل جراحات سمنه، تكميم او تحويل مسار المعده. جميل. لو كان عنده في اي مشاكل في ضغط او سكر او قلب او اي امراض مصاحبه للسمنه ممكن نبدا بدري عن كده.
فبالتالي لازم تقيسي معدل كتله الجسم وتشوفي هو فين في اي منطقه. حلو. ونختار بقى في حاجه اسمها تكميم. العمليتين المعتمدين في العالم كله هم التكميم وتحويل المسار. تكميم المعده هو تصغير لحجم المعده. تكميم حلو. تكميم بنكممها بنخليها زي كم القميص كده فبنصغر حجمها. اوكي. بنشيل جزء كبير من المعده، هنشوف حتى في الفيديو نشوف جزء المعده، الجزء الفندس او الجزء الكبير اللي في المعده ده المنظار الجراحي. فتحات صغيره هنا مفيش فتح بطن. مفيش غرز. يعني من خلال الفتحات زي يا دكتور حضرتك بتجري عمليه مفيش التكميم. اي مشكله. ما البنات الصغيره اللي لسه ما اتجوزتش واللي متخيله لا مامتها هتقول لا ده في جرح كبير هتسيبيها وزنها كبير تتجوز تتاخر في الحمل يحصل مشاكل. مفيش الكلام ده. لو هي قادره تخس تخس، مش قادره مفيش اي مشكله. مفيش فتحات، مفيش جراحه، مفيش غرز. هي عباره عن 3 فتحات ل5 فتحات عن طريق المنظار يخش. زي ما احنا شايفين ده مسار الاكل الطبيعي من المريء، معده 12 الامعاء الدقيقه. ده الجزء اللي هيستأصل من المعده، هو الجزء الكبير اللي انتم شايفينه ده، ده بنسميه احنا الفندس، ده اللي بيفرز هرمون الجوع. فبمجرد ما بتشيليه هيبقى فيه تاثيرين اتنين. تاثير ميكانيكي عادي ان انت كميه الاكل خلاص المعده الكبيره دي بتخش ساعات تلاقي معده 3 لتر متمدده جدا دي اللي تمددت بفضل الاكل وتراكم الاكل وكميات الاكل الكبيره خلاص زي ما انت شايفه خلاص بقت عماره وصلت لكام لتر؟ بتلاقي 3 لتر. طبعا معده كبيره جدا. ده بيصعب عليكي بقى بعد ما يخلص زي ما انت شايفه كده. ده الجزء بتاع المعده ده المتبقي، ده اللي هيمشي يشوفي بقى صغير جدا. الجزء اللي استأصلناه ده الجزء اللي كان فيه هرمون الجوع، لذلك تلاقي المريض من تاني يوم الصبح يقول لك انا مش حاسس بالجوع. انا مش حاسس بجوع. طبعا ده بنختاره اهم حاجه ما يكونش من اكل الحلويات، لان احنا جراحات السمنه حاجتين، يا اما نقلل حجم المعده، ده للناس اللي بتاكل كتير لو بياكل كميات اكل كبيره مش قادر فطول عمره مش قادر يمشي على الدايت. نتيجه ليه؟ ان هو انت بتقولي له كميات اكل صغيره فممكن يجري وراكي في العياده. كميات اكل صغيره مين؟ ولا حاجه. 3 معالق رز مين كانه بلع لبنيه. مش هقدر اعمل كده. تمام. وبنخش بنعذرهم فعلا طبعًا. ان بتلاقي حجم المعده كبير جدا. تستأصلي الجزء ده. اهم حاجه انه ما يكونش من اكل الحلويات. لان في النهايه انت صغرتي حجم المعده. بس هيقدر ياكل حته بسبوسه، ما حته البسبوسه دي قد كده بطبق رز. فبالتالي اكل الحلويات دول ما تناسبهمش العمليه دي خالص، لان هتزود الوزن عندهم، سعرات حراريه عاليه وبتخش في المنطقه دي فبتزود الوزن. حلو. او مريض السكر. جميل. برضو ما نختارلوش دي. مريض السكر احنا عاوزين نعمل حاجه فعلا معتمده دوليا ان هي تقلل السكر، او هي مثبته علميا تحويل المسار بيعمل شفاء او بيقلل جدا جرعات العلاج بتاعت مرض السكر من النوع الثاني. او حد كان عامل تكميم زمان، لان التكميم زمان في ناس كتير جدا بتقابليهم دلوقتي كانوا عاملين تكميم معده من 10 سنين ومن 8 سنين، اختلفت التكنيك شويه فالعمليات بقت انجح دلوقتي. فممكن يكون هو ما التزمش قوي بالمعايير اللي كانت متفق عليها مع دكتوره فبدا يزيد. فلو انت عايز عملت تكميم من سنه من كام سنه وعايز تعمل تاني عمليه فبتتنقل الى تحويل مسار معده، بتحول الى تحويل مسار معده. طيب دكتور وقتها بيكون قد ايه تقريبا؟ يعني مده العمليه بتكون قد ايه؟ المريض بيقدر يمشي ويتحرك ويمارس حياته الطبيعيه بعدها بقد ايه؟ تكميم المعده اول ان اول كده من اول ما بيخش المريض يتحضر ويتخدر ويطلع حوالي ساعه وربع. مفيش اي مشكله خالص. تاني يوم بيكون موجود معانا، بيخرج تاني يوم من مفيش اي مشكله، بعد ساعتين تلاته بيبدا يتحرك ويمشي. وتاني يوم بيمشي بنبدا بقى نحط له دايت عباره عن شويه سوائل، بندي سوائل، اغلب الاكل بيبقى سوائل. بنبتدي ندخل بعد كده بعد اسبوعين ثلاثه نبدا ندخل له بطاطس مهروسه، شويه رز صغيرين لحد ما يبتدي زي اي عمليه بسيطه زي اي اجراء بسيط. مفيش اي حاجه. لو هو محتاج ياخد اجازه من شغله ما بياخدش اكتر من 4 5 ايام. مفيش اي مشكله خالص. طيب يا دكتور احنا اتكلمنا انه العمليه دي ليها ناس معينه، الناس اللي هم مش بيحبوا الحلويات ما يقدروش ياكلوا حلويات. اقدر بقى اسال حضرتك عن المضاعفات؟ مفيش مضاعفات يا نور. مفيش اي مضاعفات في 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 العمليه خالص. العمليه بقول لك زي ما بقول لك مثبته، واخده تصاريح دوليه. مفيش اي مشكله، مجربه في العالم كله. النهارده اكتر عمليات بتتعمل هي جراحات السمنه. يمكن بقت جراحات السمنه دلوقتي اكتر من عمليات التجميل. انت النهارده بتسمعي كل يوم عن جراحات سمنه بتتعمل. مفيش حد ما تقيسيش دايما دايما. لما حد يجي يقول لي طب يا دكتور في خطوره، اقول له انت 140 كيلو ضغط وسكر وقلب وسنك 35 سنه وعندك اطفال، عمال تفكر في اثار جانبيه للعمليه وسايب نفسك فريسه للسمنه ومشاكلها. 140 كيلو، انت بتشوفي الشباب بيحصل لهم مشاكل كبيره النهارده، بتشوفي جلطات القلب
تخشي العنايه المركزه بقينا دلوقتي نلاقي 35 سنه و36 سنه وحاجه و20 سنه بسبب السمنه طبعا. فما تقعدش بقى تفكر قيس دايما حياتك كده، قيس الفايده مقابل الريسك. لا انا الفايده عظيمه، انا انصح اي حد ان انت عارف تخس اهلا وسهلا، ما انتش عارف تخس دور على وسيله، هذا الاجراء امان ما فيهوش اي مشكله. حلو قوي. طيب هنروح لنقطه تانية يا دكتور بقى، وهي احنا اتكلمنا دلوقتي في التكميم، التحويل بقى المصغر للمعده، نروح للتحويل المصغر للمعده وبيناسب مين وما بيناسبش مين، وهل فعلا زي ما حضرتك قلت بيشفى من مرض السكر نهائيا؟ تمام. لا احنا اتفقنا ان مش هينفع للتكميم مين ومين ومين، هم دول اللي هينفع لهم التحويل. اللي بيقول لك مدمن حلويات، واحده بتكلمك بتقول لك مثلا انا بصحى بالليل يا دكتور افتح الثلاجه اجيب اي حاجه حلوه، اكل عندها نعم السكريات، رز بلبن، كنافه، بيبسي كده، اي حاجه حلوه. دي هتعمل لها ايه؟ التكميم مش هيعمل اي حاجه معاها. في النهايه دي هتختار تحويل مسار معده، لان هنتكلم اذا تكنيك بيختلف. انت في تكميم المعده صغرتي حجم المعده بس، ما عملتيش حاجه غير كده. والجوع هيقل لانك شلتي المكان اللي فيه هرمون الجوع، يبقى انت قللتي بس حجم الوعاء اللي بيستوعب الاكل. تحويل مسار المعده مش كده بس، احنا قللنا الحجم الاول فكميات الاكل قلت، وبعدين عدينا كل الجزء اللي بيحصل فيه امتصاص للاكل يمكن 50-60%، فمهما اكلتي 50-60% مش ممتصين اصلا. فبالتالي دي هتناسب مين؟ هتناسب زي ما احنا قلنا اول هام اكل الحلويات، ان مفيش امتصاص. احنا هنا ما لعبناش بس على كميه الاكل، احنا لعبنا على كميه الاكل وعلى الامتصاص. احنا عارفين ان الحلويات اصلا لما بتمتص بتدخل الجسم تتحول لدهون فورا لا وسريعه جدا. يعني انت فاهم يعني اسرع حاجه تمتص وتعلي السكر بسرعه، جسمك ياخد اللي هو عايزه والباقي كله يلا اركن ايه اركن دهون اركن دهون. فدي زي ما احنا هنشوف كده في الفيديو. احنا دي بتبقى عمليه تحويل مسار المعده المصغر. زي ما انت شايفه كده برضو بياخد زي حجم صغير كده من المعده، بنشيل ده اتصال المريء بالمعده، وبنعمل توصيله بالامعاء الدقيقه بتبقى بعد حوالي 2 متر. هنا يقول لك طيب الجزء بتاع المعده اللي موجود بره ده وصل له الامداد الدموي عادي جدا ما فيهوش اي مشكله. العصاره المعويه والعصاره المراريه كلها بتنزل بتقابل الاكل في مساره الطبيعي. هنا ده الاختلاف ما بين التحويل المسار التقليدي وتحويل المسار المصغر. هنا الدنيا مختلفه شويه، الوصله واحده بس، كان قبل كده بتبقى وصلتين. يعني بتقلل شويه الى حد ما فكره ان في وصلات كتير طبعا. هنا زي المعده او قبل ده مسار الاكل زي ما انتم شايفين الطبيعي، شايفه مسار الاكل اختلف خالص، خد مسار تاني، الجيب صغير بتاع المعده فانت حسيت بالشبع. الحاجه التانيه الامتصاص. دكتور بما ان حضرتك ذكرت تحويل المسار القديم، ممكن حضرتك يعني حد يكون عمل او اجرى العمليه دي مثلا وفشلت ممكن يعدلها بالتحويل المصغر المعده او بالتكميم؟ بنشوف ممكن تكون في خطا تقني في العمليه، الكيم اورك بيجتمع بنشوف ايه بالظبط اللي حصل، بنعمل اشعه العمليه مثلا ما كانتش تناسبه، ممكن يتعدل، ممكن يتعمل تحديث للعمليه بحيث ان يخدم، نشوف ايه الغلط ايه الغلط اللي كان موجود. تمام. طيب بعد العمليه دكتور المريض بقى بينزل قد ايه وفي قد ايه، ينزل وزن قد ايه، وكمان بينزل في مده قد ايه بعد العمليه؟ المفروض ان هو بينزل حوالي من 60-70% من وزنه في اول سنه. حلو جدا. تمام؟ اول سنه حلو. فبينزل جداً. طبعا احنا مش يعني بنحاول دايما ان احنا نتحكم في فكره معدل النزول. مش مهم جدا ان انت في شهر تقوم يعني اعتقد ان ده كمان غلط، ده غلط جدا عليه، ده غلط جدا على الصحه. احنا عاوزين نعمل الاجراء ده وفي النهايه برضو نخلصه واحنا صحتنا كويسه. حلو. فبالتالي بنبدا نمشي على نظام الاكل. طبعا في تحويل مسار المعده بيبقى محتاجين شويه فيتامينات معينه، فتره حوالي 6 شهور ل 8 شهور، ممكن تمتد اكتر من كده. احنا اصلا كده كده في سن معين محتاجين ناخد فيتامينات نتيجه للتلوث احنا مقصرين في حياتنا بشكل كبير جدا، اختلفت الدنيا عن زمان. فبنحتاج دايما ان احنا ناخد فيتامينات تقوي صحتنا وكده. فمفيش مشكله، هو زي ما قلت لك كده في الفتره الاولانيه بياخد مريض تحويل مسار بياخد حوالي 6 شهور ل 8 شهور فيتامينات. مهم جدا نركز برده في الحته دي، مريض السكر بيشفى بنسبة يمكن أكتر من حاجة و90%. حلو. في فكرة تحويل السكر من النوع الثاني مش النوع الأولاني، حاجتين هتشفيه. أول هام طبعا إن هو أصلا كده كده السمنة قلت، الدهون المتراكمة اللي كانت موجودة عنده دي قللت السكر نتيجة الدهون اللي موجودة أصلا بتعمل أكشن مضاد للإنسولين. فبالتالي بتعلي نسبة السكر، فمجرد ما بيخس أصلا كده كده السكر هيتحسن. بالاضافه الى ان وجدوا ان في تحويل مسار المعده بتقل حاجات كتيره جدا من الافرازات الهرمونيه اللي كانت برضه بتعاكس الانسولين، فبالتالي يبتدي السكر بتاعه يتظبط. طيب مريض السكر من النوع الاول لو عنده سمنه عاليه
وبياخد جرعات كبيره من الانسولين ومش قادر يتحكم في سكره اكيد هيتحسن. هتقل جرعات الانسولين، هيقل الكم، لكن في النهايه هو مثبت في مريض السكر من النوع الثاني. يبقى اكل الحلويات مريض السكر من النوع الثاني، او اللي عملوا تكميم معده قبل كده من سنين وفشلت او زادوا في ممكن تكون ما فشلتش، ممكن يكون هم اكلوا بنسبه كبيره جدا وكبروا دماغهم فبنرجع الكلام وكلوا سكريات كتير وبتاع، او كان الاختيار فعلا العمليه خطا من الاول، الدكتور ما عادش مع المريض بتاعه اتكلم براحته وتتحول الى تحويل مسار معده. تمام دكتور احمد، كنت يعني في موضوع كده دايما يقول لك انا عشان اتخلص من مرض السكر لازم اكون وزني زيادة عشان اعمل عملية التحويل المصغر للمعدة. طيب لو حد بقى بيعاني من سكر ولكن ما عندوش سمنة، ينفع ان هو يجري العملية دي ولا حابب الكلام ده فيه جدل؟ الكلام ده مازال فيه جدل لحد دلوقتي، هل تجرى لمريض ما عندوش سمنة خالص السكر بدون وبس سمنة؟ مجرد الحقيقة لسه ما فيش يعني ما طلعتش ريكومنديشن او توصيات ان هي يتعمل لمريض، هي تتعمل لمريض السمنة أولاً. السكر المصاحب للسمنة. تمام، فالحقيقة هو في كلام كتير جدا ان هي دلوقتي ما اسمها جراحات السكر ما اسمها جراحات، لكن السكر. خلينا نمشي ورا الجايد لاينز العالميه، خلينا نمشي ورا التوصيات العالميه هي تقول ايه. في النهايه لحد دلوقتي لا مفيش كلام محدد ان واحد مثلا وزنه طوله مثلا 170 سنتي ووزنه 70 كيلو وعنده سكر يجي يعملها. لكن واحد مثلا 170 سنتي وزنه 90 كيلو زائد 10 15 كيلو وفعلا عنده مشكله، ممكن ده نفكر ان احنا نعملها. في البدايه دكتور كنت قلت على بالون المعده وقلنا هنتكلم عنه، بس انا كنت عايزه اقول لحضرتك انه في ناس كتير قوي بتتخيل انه بالون المعده ده علشان هو سهل ان هو ينفع معاهم كلهم او ينفع مع كل الحالات، يا ريت حضرتك توضح لنا اكتر هل هو فعلا بينفع لكل الحالات ومين بالظبط اللي المفروض بقى يستخدم بالون المعده. بالون المعده اجراء لطيف جدا، اجراء تحفظي ما فيهوش اي مشكله، عن طريق المنظار الباطني، تكميم تحويل مسار المعده عن طريق المنظار الجراحي. تحفظي ده ممكن يبقى لزياده الوزن مش للسنه المفرطه، يعني تحفظي لا مش هو ممكن ده ولده، انا هشرح لك امتى نستخدمه لده وامتى نستخدمه لده. ماشي، بالون المعده عن طريق المنظار الباطني، المنظار الباطني ده عن طريق الفم. في فرق ما بين المنظار الجراحي بتاع تكميم المعده وتحويل مسار المعده، لو عن طريق فتحات صغيره هنا مفيش فتحات صغيره، هنا عن طريق الفم منظار باطني بننيم العيان زي الاستكشاف يعني 10 دقائق بالظبط، 10 دقائق بينام، منظار عن طريق الفم، بندخل البالونه دي بالونه مليانه سائل، سائل ملون بيتملى في المعده بيشغل تلتين حجم المعده، فبالتالي يسيب جيب صغير يشبع منه العيان. حلو. يقعد معاه ست شهور، في بالونه بتقعد ست شهور وفي بالونه بتقعد توصل دلوقتي تسع شهور بتتملى جزء سائل وجزء هوائي. بتناسب مين؟ الحقيقه بتناسب الناس اللي كعدد كتله الجسم بتاعهم زي ما انت قلتي حوالي 35 اللي هو زائد 15 20 كيلو. طيب انت دكتور احمد حصل معاك ايه؟ ده بقى اللي هم ما عندهمش اراده ان هم يقدروا يخسوا لوحدهم. بالظبط بالظبط، هو عايز حاجه تساعده، عايز حاجه تساعده بس. حلو. مش عايز حاجه، مش عايز تكميم او تحويل مسار، هو بيتكلم في ان هو عايز حاجه ابسط. حلو. ال 15 20 كيلو دول مناسبه ليهم قوي. ماشي. احنا نزلنا اقل حد شفته نزل مع البالونه 16 كيلو، اكتر حد 32 كيلو. ده رقم جميل جدا. بالظبط. لا كويس قوي. بس عايزه اقول لك بقى على حاجه، هي بتخسس من كل المناطق ولا من البطن بس؟ ما في، انت مركزه على ما فيش مناطق معينه هتخس، تنزل بكل الجسم. كل الجسم هينزل. كل الجسم هينزل. هنا البالونه افرضي واحد جاي بيتكلم في حجم كبير جدا 120 كيلو ومش عايز، انا مش مطمئن نفسيا، مش عايز اعمل تكميم ولا تحويل مسار معده، انا عايز اعمل بالونه، في اختيار تاني هنا، انا عايز اعمل خلاص اعمل بالونه بس تبقى عارف من وانت داخل ان البالونه كفاءتها قد ايه. نركب واحدة لمدة ست شهور تنزل لها 15 20 كيلو 30 كيلو، نشيلها ونركب تاني بعدين. يعني ممكن لما نشيل البالونة الوزن، يعني في ناس بيقول لك أنا خاف للوزن يرجع تاني. ده مش حقيقي. بص، ده مش حقيقي. هو أنت لما بتركبي البالونة في النهاية هو الغرض من البالونة دي إن أنت تساعدي المريض لمدة ست شهور إنه يغير من عاداته الغذائية. لما بيغير من عاداته الغذائية ست شهور كافيين جدا إن هم يخلوا الإنسان ده يعدل من طبيعته ويعدل من طريقه اكله، وبالتالي لازم يلتزم بشويه المعايير الصحيه بعد كده. بجد يا دكتور احمد انت نورتنا النهارده وكانت فقره جميله. انا سعيد جدا، انا شخصيا استفدت منها جدا، وزي ما انتم شايفين النهارده اتكلمنا في احدث الاساليب والوسائل للتخلص من السمنه، سواء كان جراحي زي تكميم المعده والتحويل المصغر للمعده وكمان بالون المعده. بجد يا دكتور احمد بشكرك جدا على وجودك معانا. شكرا جدا. كان منورنا في الاستوديو دكتور احمد عبد الله استشاري علاج السمنه وعضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه الاكلينيكيه والسمنه وعضو الجمعيه المصريه للتغذيه الطبيه وعضو الجمعيه الاوروبيه لطب القلب الوقائي واعاده التاهيل. اهلا بيك يا دكتور، نورتنا فعلا، وميرسي خالص على كلام حضرتك اللي دايما بتفيدنا بيه. شكرا.
مشاهدينا انتظرونا وفقرات مفيدة ومميزة دايما من برنامجكم الطبيب. Thank you.